ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة إل-76 قد توجهت إلى مطار العريش لإيصال مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة. وأضافت الوزارة في صفحتها على تيليجرام أن طائرة تابعة للوزارة ستقوم بإيصال 27 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وسيتم نقل الشحنة الإنسانية لممثلي الهلال الأحمر المصرية الذين سينقلونها لسكان القطاع. وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم تقديم المساعدات الإنسانية يتم بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف. وللمزيد من المتابعة حول دخول المساعدات عبر معبر رفح ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس من أمام معبر رفح. كريم، هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات لديك وآخر قوافل المساعدات التي وصلت عبر معبر رفح وأنت الآن موجود في العريش؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل ما زال مطار العريش الدولي ومدينة العريش بشكل عام تستقبل المساعدات بكل أنواعها من أجل نقلها عبر بوابة معبر رفح المصرية. إذا بدأنا من مطار العريش الدولي نتحدث عن وصول 3 طائرات بالفعل إلى المطار محملين بعدد كبير من المساعدات المختلفة، المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام وأيضا الأشياء التي تخص الشتاء، خصوصا بعد تحول المفاجئ في الأرصاد وهطول الأمطار أيضا في قطاع غزة. لذلك تخصصت وتنوعت المساعدات في الأشياء التي من الممكن أن تخفف هذه الأجواء عن الأشقاء في فلسطين. أيضا إذا نظرنا إلى الشاحنات فوصل بالفعل عدد كبير من الشاحنات إلى بوابة معبر رفح المصرية، هذا بعد انفراجة بدخول ما يقرب من 50 شاحنة بالفعل محملين بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية، وتحديدا أيضا الشاحنات المحملة بالمياه دخلوا بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية وأنزل بعض منهم حملتهم بالفعل داخل قطاع غزة، وبعض هذه الشاحنات عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية بعد أن أفرغت حمولتها. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا ما زال معبر رفح مفتوح لاستقبال مزدوجي الجنسية، فخلال الساعات الماضية دخل إلى بوابة معبر رفح وإلى الأراضي المصرية أكثر من 300 من مزدوجي الجنسية بالفعل، ومنهم أيضا من هم مصريين ومنهم من هم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من البلاد. ولكن دائما ما نجد ممثلي السفارات متوقفين أمام بوابة معبر رفح المصرية لاستقبال مزدوجي الجنسية. نتحدث أيضا عن اصطفاف كبير للشاحنات والمساعدات أمام الصالة المغطاة، وعلى مدار المسافة ما بين مدينة العريش إلى مدينة رفح وحتى بوابة معبر رفح اصطفاف كبير جدا للشاحنات في انتظار الإذن بالدخول إلى الناحية الأخرى من قطاع غزة. ربما هذه هي أهم المعلومات الخاصة بالمساعدات ووصول الطائرات إلى مدينة العريش. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس متحدثا إلينا من مدينة العريش بشأن المساعدات التي وصلت عبر معبر رفح إلى أشقائنا في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك.